الأعمال. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أعمال، رحبوا معي اليوم برائد الأعمال الأستاذ هوفان من باكيت جولري. أهلا أستاذ هوفان. أهلا وسهلا. بداية ترحيب خاص من برنامج رواد الأعمال من ABC، ونتمنى منك بالبداية تعرفنا وتعرف المشاهدين المزيد عنك وعن خبرتك الطويلة بمجال المجوهرات. أول شيء بعرفكم عن حالي، هوفان أرسلانيان. أنا موجود بالدولة من سنة 2000. في البداية كنت بعمل بشركة مجوهرات معروفة بأبوظبي، وبعد فترة 10 سنين طبعاً مع اجتهاد وخبرة قررت أفتح البزنس تبعي يلي هو باجيت جولري، مجوهرات باجيت. مستر هوفان، ممكن تخبرنا على الخدمات اللي بتقدمها شركة باكيت وكيف تميزت بتقديم هاي الخدمات؟ نحن مختصين بالكاستم ميد دايموند جولري، بنعمل جولري حسب الطلب، حسب طلب الزبائن طبعا، from A to Z، يعني بناخد الفكرة من الزبائن منجسدها بصورة أول شيء كديزاين، ومنتفق على الديتيلز، وبعدين الزبونة بتستلم مثل ما هي بدها طبعا مع هاي كواليتي فينيشينج. ونستعمل نوعية ألماس جيدة طبعا، الألماس الطبيعي نستعمل نحن بشغلنا. ممكن تخبرنا على الخدمات اللي بتقوم فيها شركة باكيت وكيف تميزت بتقديم هاي الخدمات؟ نحن بمجال عملنا مختصين بتصميم وتصنيع المجوهرات من كل الديزاينات، يعني من الأطقم، الخواتم، البندنس، يعني كل الأنواع وكل الأشكال. طبعاً الذهب نستعمل عيار 18، وعنا القدرة أو فينا نقول الأوبشن لنركب الألماسات والأحجار الكريمة على المجوهرات طبعاً حسب الطلب، حسب ما بيطلب الزبون وحسب البادجت تبع الزبون. يعني مثلا في مجوهرات فينا نشتغله بكذا اسعار، فينا نقول الزبون حسب قدرة الزبون وحسب اختيارهم للاحجار الكريمة فينا نصنع ونخلص. وبنفس الوقت نحن مختصين بتصليح المجوهرات وإعادة التصنيع او التعديل فينا نسميه، يعني اذا في الزبائن عندهم مجوهرات قديمة ما بيستعملوها فينا نغير الديزاين ونستعمل نفس الألماسات اللي موجود على مجوهراتهم. مستر هوفان، ممكن تخبرنا بعد النجاح الرائع خلال السنوات الطويلة السابقة، ما هي الخطة وما هي الرؤية المستقبلية للشركة؟ نحن طبعا خطتنا المستقبلية ان يكون عندنا شوروم. نحن لانه وركشوب بلشنا من التأسيس لهلأ، نحن عاملين وركشوب والحمد لله، يعني أهدافنا تتحقق، والهدف اللي بعدها إن شاء الله يكون عندنا شوروم ونكبر البزنس. بالنهاية، ما هي الرسالة اللي بحب يوجهها مستر هوفان لدولة الإمارات ولحكومة دولة الإمارات على نعمة الأمن والأمان وعلى الدعم المتواصل للمستثمرين؟ كلمة شكر هي كلمة قليلة لنعبر عن شعورنا وامتناننا لدولة الإمارات وللفرص اللي بتقدم لنا إياها، ومنشكر شيوخ دولة الإمارات والقادة على الأمان والراحة. بالنهاية، ممكن تخبرنا وتخبر جميع المشاهدين بتابعوك حاليا كيف بيقدروا يوصلوا ويتواصلوا مع باكيت جولري؟ عندنا طرق مختلفة للتواصل معنا عن طريق جوجل ماب، بيقدروا يتواصلوا معنا ويوصلوا لعنا على جوجل مابس، وعندنا أكاونت على الإنستغرام وموجود كل التفاصيل، الأرقام وأرقام التواصل. بالنهاية نتشكرك مستر هوفان، نتمنى لك ولجميع طاقم العمل في باكيت جولري دائم التوفيق والنجاح. شكرا وألف شكر لكم. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي أمان الله.